حضرتك عارفة حصلتش عشان خاطر احنا مبسوطين جدا، احنا مبسوطين جدا معاكم، ودي اكبر حفلة السنة دي، حفلة كاربي في مصر. السنة اللي فاتت كانت اكبر حفلة في مصر كانت كاربي. كاربي في الموضوع اكبر حفلة بيكم، وعايز اقول يعني احنا مبسوطين جدا بوجودكم، بالطاقة اللي انتوا بتدوهالي وشجعونا بيك. انا فاكر لما كنت مدام صغير جدا بنبتدي حياتنا، ما كناش بنحلم ان نشوف الناس دي كلها بتسمعنا، فاحنا مبسوطين جدا، ودي اكبر حفله السنه دي. سيبكم الهجس بتاع كل حد يقول دي اكبر حفله، بس دي اكبر حفله. اشكركم مستعدين، انا لسه متسخر.